شيء انا ما بعرف انه انا حققت او شو اللي حققته من شغلي، ولا انا حققت جزء صغير من بصمه ذاتيه في الرسم او لا، ما بعرف، بس بحاول اني اعمل شيء خارج او مختلف عن اي شيء ممكن يكون موجود. والموضوع بسيط، بسيط اني اكون بس نفسي. تأخير الست سنوات كان شغل اللي هو بالخليج جرافيك ديزاين، كان عندي مكتب جرافيك بالدوحة، بس بتكتشف بالنهاية لا، انه الموضوع مش موضوع مصاري، ولا موضوع انك تجمع مصاري بمجتمع انت بالنهاية محبوس جوا علبة، صعب تطلع برا، صعب تتنفس. لغيت كل شيء ورجعت على الأردن ودخلت كلية الفنون بال2000. طبعاً كلية الفنون كان فيها مشكلة انه بتتفاجأ أول شيء لا، مش المكان اللي ممكن تتنفس فيه بحرية. إذا ممكن أجاوبك ببساطة، اللي هي بعمل لي توازن، بس توازن، مش موضوع مادي ولا الموضوع الشهرة ولا موضوع أني لا، منه حالة الرسم نفسها بتعمل لي توازن داخلي. كل شيء في حياتك بيكون انعكاس اللي بتعيشه كل يوم، اللي بصير معك من اول ما تصحى الصبح لما تنام، كلها انعكاسات ممكن تترجم لاحلام، ممكن تترجم لحاله ارق احيانا، بس بالنهايه هي حاله بحث. ما بحكي عن حاله انه انعكاس او ترجمه الواقع، لا، انا بالنهايه ببساطه ببحث عن شكل ممكن يرضيني، شكل